هذه قيمة لولا هالخيدمة، وانطاني رفعة حب أبو اليمة. من بداية عملي في هذا المكان المقدس أحس بالرفعة وعلو الشأن، كوني تماس مباشر مع خدام زوار الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، وأشكر الله على هذه النعمة وأسأل الله أن تدوم. أضيع إذا بابك نسيت حبيبي علي، أحلفك يا أبو اليمة خاطر رقية، أريد بخدمتك أظل المنية. أضيع إذا بابك نسيت حبيبي علي، أحلفك يا أبو اليمة خاطر رقية، أريد بخدمتك أظل المنية. حسين.